السلام عليكم، عاملين ايه؟ الفيديو بتاع النهاردة هيكون عن نسب الوش. احنا عملنا النسب اللي هي من الامام، والنهاردة ان شاء الله هنعمل النسب بس من الجنب. وحابة بس اقولكم ان هو مش شرح ازاي ترسم الوش، هو شرح ليه نسب الوش، يعني ازاي نحط الاعضاء اللي جوه الوش في اماكنها الصح، نحط العين في الحتة الصح، الانف وهكذا. وده معنى كلمة النسب. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني وتعملولي لايك وتشتركوا في قناتي. هنبدأ باننا نعمل مستطيل فيه 6 مربعات زي ما هو باين، ومش هنحتاج حاجات كتيرة في الفيديو، هو بس مجرد أقلام ورصاص وأستيكة. وهنبدأ نعمل أول حاجة اللي هي الجبهة بتاعة الوش، هي بتكون في المربع ده اللي هو اللي فوق على الشمال، والجبهة بتاخد التلت اللي فوق كله، يعني الحتة اللي فوق دي كلها عبارة عن جبهة بس. وبعد كده بناخد منحنى على ورا، وبعد كده نطلع على قدام تاني علشان نرسم الأنف، والأنف بتكون واخدة التلت اللي في النص كله. وزي ما انت شايف الجبهة بتكون كلها جوه المربع، اما الانف بيكون اغلبه بره المربع، مفيش غير الحتة اللي فوق بس هي اللي جوه المربع، ونهاية الانف من تحت بتكون على الخط بتاع المربع بالظبط. بعد كده المربع الاخير بنقوم حاطين نقطة في النص علشان نقسمه لنصين، النص اللي فوق بيكون عبارة عن الفم، والنص اللي تحت بيكون الدقن. الفم بيكون عبارة عن خط منكسر زي ما انت شايفه كده. النقطة المهمة في الفم ان انت تعرف ان الشفة اللي فوق بتكون بارزة اكتر من الشفة اللي تحت، والشفة اللي تحت بتكون حجمها اكبر من الشفة اللي فوق. وعند نص المستطيل تقريبا بنقوم شادين خط لتحت من الدقن علشان نعمل الرقبة. طبعا انا عمالة امسح واعمل في الانف كذا مرة، معرفش ليه البورتريه من النص بيعملي مشكلة في الانف، ما بعرفش اظبطها من اول مرة خالص، فبقعد امسح كتير، فاعذروني على الموضوع ده. بعد كده هنقوم عاملين الشعر. الشعر بيبتدي من المستطيل من فوق، هو مش داخل في المستطيل، هنقوم مطلعينه من على الجبهة. طبعا الشعر ليه أشكال كتيرة جدا، فانت تعمل الشكل اللي يعجبك. وبعد كده هنيجي نرسم الأذن. الأذن بتكون في نفس موقع وطول الأنف بالظبط. طبعا انا هنا هغطيها بشعر، فعشان كده برسم حتة صغيرة منها، انما لو انت هترسمها كلها فهي واخدة التلت اللي في النص، وهي بتكون بالظبط على الخط الخارجي للمستطيل. وهنا بكمل الشعر، هعمله انه البنت عاملة دي الحصان، ولاحظ ان الشعر من النص بيبقى عريض لان الجمجمة بيكون باين منها حتة كبيرة، والحتة دي الشعر مغطيها، علشان كده بيبان ان في جزء كبير جدا شعر. وهنبعد شوية صغيرين برا المستطيل، ونقوم عاملين الخط التاني بتاع الرقبة. وبعد كده هنرسم الأعضاء اللي هي جوه الوش. أول حاجة اللي هو الحاجب بيترسم بالظبط على الخط اللي تحت بتاع أول مربع. وبعدين تحت الحاجب هنقوم عاملين منحنى صغير، وهنرسم العين. وكمان اختياري ان احنا نعمل الخط بتاع الجفن اللي فوق. وبعد كده هنرسم الفتحة بتاعت الانف، حاول ما تعرضهاش قوي، هي ما بتوصلش لحد العين، يعني ممكن كده تكون اخرها عند الحواجب. وبعد كده هنقوم رسمين الخط بتاع الفم، هو ده الخط اللي بيكون تقريبا متوازي مع الخط بتاع العين، انما الانف بيبقى اقصر منهم شوية.
وبس كده تقريبا الوش خلص. باقي الحاجات اللي انا بعملها عبارة عن تأكيدات وتعديلات صغيرة. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ولقيتوه مفيد. لو حد طبق الرسمة دي ممكن يبقى يوريها لي على انستجرام ويعمل لي منشن. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.